السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نحسب الحائط اللي عندي فيها كام طوبة. طيب هنعمل الموضوع ازاي؟ أول حاجة هحسب الحجم بتاع الحوائط في المشروع، وبعد كده هحسب أنا معايا حجم الطوبة الواحدة دي، أقسم ده على ده يطلع لي عدد الطوب. فهاجي هنا وأقول له نيو سكادول، وأقول له أنا عايز للول، وأختار وول سكادول، وأختار الفيس بتاعتي النيو كونستراكشن. أنا عايز من هنا إيه؟ الفوليوم أهم حاجة بالنسبة لي. طيب هقول له هنا سورتنج، هشيل علامة اتمايز على أساس ما يعرضش كل طوبة حجمها دي أو كل حتة حجمها دي. في الفورماتنج هاجي هنا أقول له كالكوليت توتال وأقول له أوكي. فكده جاب لي الفوليوم بتاع الحوائط والوولز اللي موجودة في المشروع كلها. هاجي هنا أبدأ أضيف كالكوليت بارامتر وأسميه مثلا عدد الحوائط. تمام، البرامتر دوت هيبقى عبارة عن فوليوم، بس هو مش فوليوم، بس هو هنسهل على نفسنا نسميه فوليوم عشان بس يقدر يقبل فوليوم. واقول له دوت اقسمه على حجم الطوبة الواحدة دي. طبعا في انواع كتير من الطوب، الطوب الاحمر بيبقى 20 × 6 × 12 حسب انواع كتير. فانا اقول له 0.1 مثلا على سبيل المثال. تمام، او ممكن تعمله برسنتج نسبة من الشغل، بس المعادلة دي افضل. تمام اوكي، المعادلة دي هاجي هنا في الفورماتنج عدد الحوائط هقول له احسب لي التوتال. تمام، واقول له ال فيلد فورمات، اقول له انا مش عايز يونت سمبل خالص. تمام، هيطلع بالشكل دوت. ده الفوليوم بتاعي وده عدد الطوب، عدد الطوب. تمام، فانا كده جبت الفوليوم وقسمتها على الفوليوم بتاع الطوبه الواحده فطلع لي عدد الطوب.